السلام عليكم ورحمة الله. بمناسبة دخول المدرسي تطرقنا إلى فيديو اليوم، ألا وهو كيف أهيئ نفسي للمذاكرة. أولا، الاستعداد للمذاكرة. يطرأ تغيير كبير على أسلوب حياة طلاب المدارس والجامعات المختلفة المنتظمة في فترة الإجازة والعطل المختلفة، حيث إنهم يعتادون على الخمول والكسل والنوم المستمر أو الخروج لقضاء الوقت مع الأصدقاء أو في المخيمات وغيرها. ولذلك من الضروري إعادة تهيئتهم وشحن همتهم للعودة إلى مقاعد الدراسة والبدء بالمذاكرة باتباع مجموعة من الطرق. كيف أهيئ نفسي للمذاكرة؟ تهيئة الحالة النفسية لمباشرة المذاكرة تعتبر الخطوة الأهم في العملية الدراسية.